التفحيط أو التقحيص أو التشحيط أو التفحيص أو التمتيع، هي كلها مفردات سعودية تصف بعضا من ممارسات الشباب بسيارتهم، وهو مصطلح محلي يعني القيام بانزلاقات بالسيارة، بحيث يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفا للاتجاه الفعلي الذي تسير فيه السيارة، وفي نفس الوقت تكون تحت سيطرة السائق. غير أن الكثير من الشباب خصوصا في دول الخليج لقوا حتفهم نتيجة تلك الحركات البهلوانية التي تكون مخيفة في بعض الأحيان. محب الرياضات الخطرة في السعودية تفتقت أذهانهم أخيرا عن صرعة جديدة من سباق السيارات، كما تظهر هذه اللقطات من منطقة حائل. وبكل فخر تحدث قائد فريق المستحيل كما يطلق على نفسه عن موهبته وابتكاراته. أنا أطبق طبعا الرفع على كفرين، طبعا على جهتين يمين يسار. طبعا في حركات كثيرة بهلونية اللي هي فك الكفرات، قمز الأرصفة وأنا على كفرين، دخول الصحراء، حاجات كثير يعني، وعلى سيارات صغيرة وكبيرة وأي سيارة. محب الرياضات الخطرة في المملكة العربية السعودية تقاطروا على منطقة حائل في شمال البلاد لمشاهدة فريق المستحيل الذي فاقت سرعته الجديدة حركات أفلام هوليود التي غالبا ما تكون ناتجة عن الخدعة السينمائية. أحد الشبان الأعضاء في فريق المستحيل تحدث عن الإثارة التي قال إن تلك السرعة تمثلها، كما وصفها بأنها آمنة. حركات صراحة تحمس وناسة، قلة خطورة، إبداع، حماس، استمتاع الجمهور، عكس التفحيط، عكس الحوادث، عكس يعني يمكن تصير بس يعني خفيفة يا الحمد لله. كل شيء تلقى فيه خطورة وكل شيء خطورته يعني قليلة. قائد فريق المستحيل الذي يعتز بإنجازاته قال إنه يطمح إلى مغادرة السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو قطر أو دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ما سماه وجود ساحات لممارسة تلك الرياضة، وبحثا عن تبني شركات كبيرة حسب تعبيره. وانتظارا لمثل تلك الرعاية التجارية سيواصل قائد فريق المستحيل وفريقه استعراضتهم المستحيلة بالفعل وسط تشجيع شعبي منقطع النظير.